نحكيه على قناة حنا بعل. اليوم حتى ناس تفتقد هذه القناة، القناة اللي كانت أول قناة تلفزية خاصة في تونس تبث وقدمت عديد من البرامج، برشا وجوه هي صاحبة فضل عليهم. نستقبل بحب كبير زهير القمري مدير قناة حنا بعل. سي زهير مرحبا. يعيشك مرحبا، هذه شكرا على الاستضافة. مرحبا بإذاعة المزايك ومستمعي ومستمعاتها. شكرا. يعيشك سي زهير. معناتها حبيبي نقول لكم قداش برشا توانسة موجوعين من غياب قناة حنا بعل. قرار الهيكا ما نعرفش إذا كان وصلتوا إلى نوع من الاتفاق، فماشي بصيص من الأمل قاعد يخرج من هذا النفق اللي حتى التون مظلم للأسف مازال. بون إن شاء الله احنا ما نفقدوش الأمل. دخلنا في مسار متاع تسوية، مسار متاع تطبيق القانون، مش متاع يعني تحدي أو كذا. لا، حبينا ناخذ المسار هذا، طبقنا القانون إلى آخر خطوة، استناو للآن في رد متاع الهيكا. أول فما حاجتين مستعجلين جدا تو في اللحظة هذه وإحنا نحكيه، وانت هذه ولد الدومين وتعرفش معناتها حاجة، معناها قناة إذاعية أو تلفزية توقف من البث ثواني، توقف ثواني تكون تعمل أزمة وتعمل رد فعل. خلي تو عنا اليوم 8 أيام، تو اليوم نهار السبت عنا 8 أيام وإحنا واقفين. زهير نفسر حاجة للناس، إنه القناة وقت اللي تظلم لك لا قدر الله في الريسبتور متاعك، أول حاجة تعملها إنك يا أما تفسخها يا أما تبعدها، وهذه حاجة يلزم الناس يعرفوها. ثم البرامج وقت اللي تقص راو فما مستشهرين باش يجبدوا فلوسهم، وعندك انت خلاص الخدمة متاعك اللي هما موجودين، نحكي على الخدمة والعمل والموظفين والمناشطين، وعندك كمبياراتك باش تصب وشيكاتك باش تتصب وديونك باش تخلصها. انتوما ملفكم هذه ريت اللي صار، هذا اللي احنا تو متوقعين هذا، لكن مش للفترة هذه كلها. تو احنا يعني عملنا قرار صعيب برشا، في برشا تضحية. والله شخصيا انا نتحمل مسؤولية ضميري ولا يوبخ فيها، تو خطر انا تحملت مسؤولية في ذلك، وفي بالي باش نلقى من جهة اخرى سرعة التفاعل. انا المشكلة وين؟ ما ثماش تفاعل سريع واللي تفرضوا المشكلة، حجم المشكلة. فهمتي؟ احنا تو ثم زوج حاجات مانيش باش ندخل في تفاصيل الملف، برشا كلام تقال علاش وما ذي. انا نحب نحكي مع الهيكال، الجهة الوحيدة اللي هي يلزمنا نحكي معها. جاتكم الهيكال 3 نوفمبر جاتكم الهيكال حنا بعد؟ اي سي سا. شو نعم سمحني، تقابلتوا مع الهيكا مع سينوري اللاجمي ولا ليه نهار 3 نوفمبر؟ لا 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 لا، شوف ملي قصينا البث واحنا نطلبوا في لقاء مع الهيكا، ملي قصينا البث يعني وقتاش قصينا البث؟ نهار الجمعة اللي فاتت في نص الليل. اوكي 8 ايام تو بريسك، واحنا نطلبوا بكل الطرق في لقاء مع الهيكا، بالمراسلات الرسمية، بالتليفونات، بالاسماس، بكل شيء. انا شخصيا وحتى ولاد القناة وبناتها ما عادش ينجموا يصبروا، ولاو هما بيدهم يدخلوا ويطلبوا في التليفون، وجاوبوا مرة ولا اثنين رئيس الهيئة ما جاوبش الإدارة، ما جاوبش الشركة. نهار ثلاثة 2 نوفمبر ما مشاوش أبناء القناة للقاء السيد نوري اللاجمي؟ ما نلقاو الجواب احنا، يعني شنو الجواب؟ طاو نجاوبوكم، طاو نكلموا الإدارة وطاو نجاوبوكم. هذا مش جواب. نكونوا عمليين سي زهير القمري، الملف متاعكم حاضر كامل؟ اي نعم. مستوفي الشروط؟ شوف يا هادي اسمعني، احنا توا نحكيو راهو الموضوع مش انه مستحيل التسوية. احنا قناة حنا بعد في الاصل عندها ترخيص مع الدولة في الاصل، هذا مش موجود في برشا قنوات اخرى. اي الدولة عام 2005 احنا عاملين معها اتفاق ورخصة قائمة الذات مكتملة الشروط. اوكي ايش مش يصير بعد تجديد الرخصة؟ ايه تجديد الرخصة للهيكا، كي جيت الهيكا وفما كل الشروط، ثم شروط معينة، ثم معقول جدا. أهم حاجة وأهم مطلب الهيكا طلبته من حنا بعد، الشركة اللي باسمها الرخصة متاع حنا بعد كانت السارل، معناها شركة معناها ذات مسؤولية محدودة، سوسيتي ريسبونسابيلتي ليميتي. أوكي هذه تولي بمقتضى الجنرات إذا ما تكون أسعى شركة خفية الاسم أنوني. هذايا بعد جهد جهيد ومشاكل صارت، احنا خط ثم وضعيه معناها ثم حتى حاجه خارج نطاقنا، تو موش وقته هذا. عملتوها ولا ليه عملتوا؟ شنو اللي مازال ناقصكم؟ تو عندي الارشيف، تو السجل التجاري تاع الشركه، اي واحد يجم يدخل للانترنت ويكتب تيني ميديا، تا
تخرج له الشركة بصفتها الحالية القانونية الجديدة. زهير شنو اللي ناقصكم؟ اسمع شنو اللي ناقصكم؟ واش ناقص؟ ناقص القوائم المالية محينة تاع كل عام. اي نحينوهم ونعطيوهم له. باهي احنا شنو اللي صار؟ ثم رتار صار من الأول الفترة الانتقالية تاع القناة وقت اللي كانت على ملكية بعث القناة الأول انتقلت إلى ملك جدد. الفترة هذيك شهدت برشا مشاكل معناها تاع اختلافات، ثم برشا وثائق معناها ما كانتش كيما هي، ثم اختلاف على معناها ثم أرقام ما كانتش كيما هي، الشركاء جدد تحصل روحهم اللي هما معناها صارت برشا معناها حقائق أو ماهيش حقائق صحيحة، حتى صار مشكل خلاف كبير بيناتهم ومحاكم وعقل وعقل حساباتهم الشركاء وعقل القناة، وبعد بدات شوية شوية المشكلة تحل والتسوية صارت. هذا خذا سنوات ما نسميش إمكانية وقتها باش يعملوا قوائم مالية، أما كان الكونتابيليتي وكل شيء كان ماشي والمعاملات المالية كانت تمشي بكل شفافية، مصاريف نتاع الفلوس سواء خارجة ولا داخل الفلوس كل شيء موثق. القوائم حاضرة تو ولا ليل الهيكا تو؟ شوف فم أوش اللي صار ريت الروتار ذاك اللي صار خلى ما نجمنا نخلطه باش نكملوا 2015 اخر مره 2015 تعمل التوجي قريب شهر طلعت مقدقد كلمنا لايكا قلنا لهم اسمعني احنا عندنا تو القديم اللي هو كان عامل بلوكاج ديجل كان تو حاضرين، ثم التزام من الشركه من الشركاء وكانت الدوله حاضره في الجلسه العامه ودو كوميسير كونت مش واحد برك عندنا عاملين رسمه بتاع من هنا لاخر العام ثم 16 شويت وفي الشهرين اللي بعده 19 هذا هو وراء واضحه معناها فما اشياء قانونيه هذه باش تعمل جلسه عامه عندك فتره معينه تعلم والرئيس الرسمي معناتها انتم تطلبوا من الهيكا نوع من السوبليس. صحيح احنا هذا طالبين سوبليس ومهله اخيره اضافيه ما حش نعطي تو هل يعقل المهله هذه قديش؟ المهله هذه قديش؟ احنا قلنا شوف ساعة نتلقاو خلينا نتفاهموا معاه، أنا نحب الكلام اللي نقول فيك مثالش شوف الهيكا تسمع فيك توا الهيكا تسمع فيك المهلة هذه قديش؟ المهلة تكون في جلسة مثالش المهلة قديش؟ قديش أنتم المهلة؟ المهلة هما يقروا مش أنا طلبت باش يعطيوني وقتاش تحضر أنت؟ وقتاش تحضر؟ القوائم الكل تحضر. أنا شوف احنا نحضروا ثم إجراء ثم إجراءات قانونية يلزمني أنا ثلاثة شهور ماكسيموم لايكا هي انا نتمنى خاطر توا ثم في الحديث بتاعنا ثم برشا جوانب اخرى تصار زاد بالمناسبه لو انا قلت لك على الصبغه القانونيه وبعد جات حكايه القوائم الماليه ما نعرفش بعد باش نسيه شنو الاشياء الاخرى تو ثم كلام انطلو ما ياخذ الامور الشفافيه للامور الماليه ها فما فلوس من درامنين وفما جهات اخرى وهذا برشا قاعد يتقال اي زي انا تحبوا يتحكي ما بين لايكا واحنا واضح اي واضح فهمت تو واضح احنا تو شوف هذه شوف انا راه هذا كله انا كل شيء نجم نحكي فيه الملف بتاع حنبع الملف بالنسبه لغيره ملف خفيف برشا وماهوش مستحيل والبيه فايده عمل حاجه برك حاجتين انا مستعجلين جدا انه بس يرجع وانترطون نتفاهموا ونواصلوا وانه الجواب بتاع لايكا باش تلتقي بينا يكون في اسرع وقت واضح والحاجه باهي انه قناه حنبع التزمت للقانون ما عملتش نوع من التبوريب فعلا وهذه هذه حاجه تحسب لقناه حنبع. حاجة ثانية خلينا نقولوا أنه إيقاف البث هو إجراء استثنائي ما يلزموش يطول ولاحظت من خلال كلامكم أنه عندكم الاستعدادات حتى لو تعملوا نوع من هكا خط الزمني اللي تحدوا فيه وخريطة الطريق تحدوا فيه وإذا كان ما نلتزموش إجراء وقصوا ما عادش تحلونا كان تحبوا بالضبط. نقول لك حاجه هادي نقول لك حاجه قولي سامحني الضغط راهو ضغط كبير انا كي نشوف ولاد القناه وبناتها ثم برشا كلام في عينيهم ماهمش يقولوا لي فيه ما نحس بيه شوف انا شادد تو مش انا كاداره وكاصحاب القناه معناتها شادين راهو فما ضغط كبير الولاد القناه راهو فما حدود باش يدرسوا قال لك ناس سيدي احنا ما انا تلقائيا احنا قاصين البث احنا اذا كان ما كانش حل باش نرجعوا البث فهمت تو وين وصلنا هذه ان شاء الله ما نحبوش نصولوا احنا التزمنا بالقانون احنا تو كيف بثينا الحق البث قاصينا البث تلقائيا لونتين في تحكم تاعنا احنا متحكمين فيه تو لونتين ماشي قوة عامة قصده تحكمتوا فيه استنادا للقانون لانكم انتم امنتوا بالقانون القانون احنا مثلنا القانون تاع لايكا هو شنو زوج حاجات العقاب خطية مالية ب 50,000 دينار صحيح ووقف البث هذا زوج عقابات لنفس المخالفة راه واضح مانيش باش نناقش هذا احنا امتثال قانون قائم الذات
صدقوا بعد طالب تغييره مشالش مش مشكل واضح دونك صبر حنا بعل صبروا حنا بعل بدا في النفاذ اي مش بعد انا نقول لك تو يكلموا فيها اولاد القناه بناتها تو بالتليفون على نهار سنين شو مش يعملوا ما عندكش فكره شنو الحاجات ما عادش ينجموا يصبروا عندي ناس الراجل ومرته يخدموا في القناه يا هاد نعرف يتسير مصير مش خلصني ولا لا كل التضامن ما عندكش فكره كل التضامن للقناه كل التضامن مع زملائنا مثلا ما يجيش الصباح ولا الناس كلها تجي في الوقت وتلموا في القناه ويعملوا في المستحيل ويتصلوا بالناس كل باش يعاونوهم معناها راه وضع معناها ما يمكنش ينتظر هذا اللي نعرف. هو المستحيل ننظر كل شيء ممكن ان شاء الله يا ربي نناقشوا فيه ان شاء الله يا ربي في ساعه في ساعه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي الهيكل تكون تسمع فينا بنوع من الاحساس بوجيعتكم وتلقى حلول تلقى حلول علما وانه قطع البث خلينا نقولوا سيبقى اجراء استثنائي ما يلزموش يطول ما يلزموش يطول لانه سهل باش تقص البث ولكن صعيب برشا باش ترجع القناه من جديد من اجل عوده جديده وبناء علاقات وفاء المنصور سي اللي كونترا نتاع البيب سي عندك باش تخلص تعليق ولا سي عندك باش تخلص عندك باش تخلص الشهر هذا ولا ليه باش نخلص انا ما عنديش الناس اللي جا قالوا لنا صحيح انا تابع كلمونا وعملوا معنا زوانيو ليه لوحدي كونترال كله اللي عندنا واش ثاني واحنا تو في طبق الموسم التلفزي في طبق ونعرف نحضر رمضان باش نحضر رمضان انا صحيح ما عادش بكري ما في لغه التلفزه مش فاهمين عباد برشا راهو في لغه التلفزه ما عادش بكري تو وراهو اللحظه بحسابها راهي قاتله اللحظه بحسابها ومن خلال هذه المكالمه نفذ قناه حنا بعل الصبر عندها زهير القمري شكرا لك مدير قناة حنا بعل يعطيك الصحة وبارك الله فيك شكرا جزيلا لك ديما نقول قناة حنا بعل مغيبة نشرة لا قناة حنا بعل هي قناة الناس الكل ما فما حتى مشكلة